اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. اكتر حاجه بتهمنا لما يبقى انا عندي خلل في شيء، وجع، الم، شكل معين في اسناني، ولاقيه كان عند حد وتعالج، فدي اكتر حاجه بتهمني. انت عالجته ازاي؟ عالجته فين؟ وجعك ولا لا؟ عملت ايه؟ خد منك وقت قد ايه؟ وعشان كده احنا النهارده هنتكلم، يعني مش هنحط موضوع، لا احنا هنشوف شكل السنان شكلها عامل ازاي، واللي حضراتكم سنانه زيها يشوف هو عمل ايه. انا بيشرفني دكتور محمود حشمت، الحاصل على زماله تجميل الاسنان جامعه مانشستر وعضو الاكاديميه الالمانيه لزراعه الاسنان. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. قلت لي دخله تانية بقى خالص غير كل دخله. هنشوف ونشوف الناس دي، يعني وانا قاعده كده بتفرج في التلفزيون اقول ايه ده، انا اسناني زي الست دي، طب هي عملت ايه؟ مظبوط. صح كده؟ مظبوط. مش هنطلع مشكله، يعني مش عايز النهارده نتكلم عن زراعه الاسنان، عن تركيبات الاسنان، عن انا عايز شويه عشان الناس بتسالني كتير. هل الناس بتجيلك كده على الشكل وعلى السمعه؟ يعني كتير قوي مثلا يقول لي انا شفت، انا زي الحاله دي، انت كنت عملت لها ايه؟ او انتوا كنتوا عارضين حاله انت عملت لها ايه؟ انا عايز ابقى زيها. تمام. انا حد زي السنان دي بالظبط. فالنهارده مش عايز اعرض مشكله قوي واطلع ونقول الحلول. لا، انا عايز اوري الناس حاجات كتيرة وأشكال كتير من علاج اتعمل غلط أو من الأول في مشاكل كبيرة أو مشاكل صغيرة. ومنها مشاكل عامة برضو مهمة أوي، منها مشاكل الناس كانت فاهمة إن هي مش هتتعالج. كتير أوي بيجيلي حالات هو جاي عشان يحس إن هو عمل اللي عليه خلاص، فأنا بس خلاص عايز أعمل اللي عليا، وأنا أهملت كتير أوي بس عايز أعمل اللي عليا عشان أبقى إيه، راضي ضميري. أنا عارف إن هي ميؤوس مني. ولما يتعالج ويتعالج بشكل مبهر وما يبقاش مصدق نفسه من شكله بقى عامل ازاي، وبياكل ازاي، ووظيفه ازاي، وبيضحك ازاي، مبقاش مصدق نفسه. فالنهارده عايز اعرض مشاكل كتير قوي، بس برده مش معنى كده ان احنا نهمل، يعني مش معنى كده ان احنا نهمل، ما نتكلم كده كده اي حاجه ليها علاج، ما دام كده كده في فرصه تانية خلاص يبقى انا ههمل شويه. لا برده كل ما هنهتم. طب بس احيانا الدكاتره يعني بتتضايق من فكره انه انا اجي اقول لك اعمل لي زي ده. صح؟ شوية يعني صح. اعمل لي زي ده، اعمل لي بقى زيه بالظبط، فتقول له ده انت غيره خالص، ده انت فاهم غلط، هو غيرك خالص، او هو عنده بروتوكول غير البروتوكول اللي انا هعمله معاك خالص. كتير قوي بقى من اول مشكله صغيره لحد التجميل تيجي تقول لي انا عايز اسناني تبقى شكل دي. انا بصي، انا ممكن اعملها لك شكلها نفسي دي بالظبط، اوريها الديزاين ويعني عارف عشان اقنعها بملايه، بوريها لها على وشها، اعملها لك موك اب واوريها لك على وشك. كتير بيجي لي انا عايز اسناني زي دي، السنان شكلها حلو بس عشان عليها، عشان على الوش ده، عشان على التفاصيل دي، عشان على الملامح دي، عشان انا رسمت الوش دي، على الشفايف دي، على لون البشره دي، فشكلها حلو. طب ما هعمل لك شكل بتاعك كاستمايزد، مش اسنان بيضه مرصوصه عامله كده، لا في اسنان جميله، وبعدين اعمل لها الشكل ده واعمل لها الشكل ده واوريهم على وشها. ممكن لو خدت لك مقاس بس من غير حتى فكره، ما كان على فكره الموك اب دي بروفا، ان انا هوريك الشكل اللي انت عايزه توصلي له على اسنانك قبل ما ابتدي شغل اصلا. قبل ما المس اسنانك هوريك الشكل اللي احنا هنوصل له راكب على وشك. فاقول لها هي حلو، فتقول لي لا اللي انت عامله او اللي انت كنت مختاره لي احلى، فنشتغل. بس هي مش هتقتنع الا لما تشوفه على وشها. فالفكره دي بتضايقنا شويه لان هو فاهم انا هوصلك للشكل الحلو، بس سيبني اوصلك بطريقتي، سيبني اوصلك بالشكل اللي هو هيبقى مرضي جدا 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 اكتر من انت متوقع. كمان زي ما بقول لك، في حاجات الناس ما فاهمه ان هو انا مش هضحك تاني، انا مش هتعالج. لما بيتعالج وبرده مش معنى ده ان احنا نهمل، عشان خاطر الناس ما تهملش. احنا طول ما احنا بنحافظ وطول ما احنا ماشيين بتعليمات صح وبنحافظ على اسناننا صح، كل ما العلاج هيبقى ابسط، وكل ما الوقت والمجهود عليك هيبقى اسهل. مش معنى ان انت كده كده هتتعالج حتى لو حالتك متاخره شويه، والتكنولوجيز والطب وصلنا ان احنا بنعالج اي حاله دلوقتي الحمد لله، انك تهمل. ما هو الوقت والتكلفه، الناس برضو اللي بتيجي تتكلم في التكلفه، ما هو التكلفه اقل طبعا، ومجهود عليك اقل، وعدد زيارات اقل، وعليا انا اقل، وهنوصلك النتيجه اللي انت عايزها في وقت اقل. فكل حاجه هتبقى احسن كل ما احنا بنحافظ على اسناننا. تعليم برضو ما نضيعش. وريكي مثلا الحاله دي كان حد عنده مشاكل كتير قوي في اسنانه، اهمل، وده اللي احنا بنتكلم فيه، اهمل جدا جدا جدا، تسوسات كتير جدا في الاسنان، تسوسات عميقه جدا في الاسنان، في اسنان فقدها اصلا كتير قوي، خراريج جامده جدا في الاسنان، وصل لمرحله ان هو بيقعد ياخد مسكن وبيتحامل وناخد حقنه وعدي وعدي وعدي، وصل للعصب، وصل للعصب ده في درجه بعد بقى وجع العصب، ان انت لو تحملتي على نفسك وجع العصب ده، في ناس بتتحامل وجع العصب ده، لو تحملتي على وجع العصب ده بيبقى العصب حاجه اسمها نيكروتيك، العصب بقى فيه عفونه، العصب مات، الجسم قضى عليه ومات. فده يحصل له ايه بقى؟ ده يورم مره واحده،
بدون الم، فيجي يقول لي انا ورمت انا ما كنتش موجوع، او انا اتوجعت زمان وخدت ادويه وبعد كده الوجع راح. طيب ال حصل لك ايه؟ حصل لك نيكروتيك، خلاص اتقطع المندات الدموي والعصبي عن الضرس ده، بقى في بكتيريا جوه، بقى في مجال للبكتيريا جوه، طلع البتاع ده الخراج ده او المنظر ده، نعمل ايه؟ نعالج. هنا بقى دي مشكله، لو هو جاي لي بدري شويه اعالجه في جلسه واحده، دي ما كانش ينفع يتعالج في جلسه واحده. لكن لازم ندي كام جلسه؟ ده قعد 3 جلسات. ده قعد معايا 3 جلسات. 3 جلسات ليه؟ عشان بس عندي الجهاز اللي هيخلص لك ويقضي لك على حشو العصب ونعمل اللي احنا عايزينه في جلسه واحده، نعمل تركيز في جلسه واحده. بس انت في خراج، لازم الاول هكتب لك على هحط لك انترا كانال ميديكيشن او هحط لك دواء جوه قناه العصب وهكتب لك على ادويه، لازم الخراج ده يهدى قبل او يقل اللي فاضيه قبل ما يكسر. ساعتها بقى لو الخراج ده حتى الخراج ده صغير بقدر اعالجه، اخش بليزر، وزي ما اتكلمنا قبل كده بالليزر، اخش بليزر واعالج الخراج. يعني ده جاي لك وهو ميت من الوجع والالم وورم وكده، خرج من عندك بهذا الشكل؟ خرج من عندنا بهذا الشكل. قعدنا نعالج فيه حوالي 3 جلسات، كان الفرق يعني في خلال اسبوع تقريبا، اسبوع 10 ايام كان الراجل ده مخلص شغله ده كله، وممكن يخلص في جلسه واحده لو هو كان جه بدري شويه. الخراج ده حتى لو خراج بسيط ممكن ساعات بنخش بليزر وبننظف وبنعمل وبنعالج العصب في جلسه واحده. لو الخراج ده بقى مزمن، زي عنده في حاجه اسمها خراج مزمن، خلاص بقى كرونيك ابسس، بقى خراج مزمن. الخراج المزمن ده عشان اعالجه لازم بقى، ده بيبقى ريزيستنس للعلاج، بيبقى مضاد للعلاج، لازم ادويه ولازم بحقن قناه العصب ولازم نخش بليزر وما اقدرش اقفل ابدا الا لما جسمك يتفاعل معايا ونقضي على الخراج ده. ده اللي ممكن يطول شويه، وهنا هيبقى عندي الامكانيه ان انا اخلصه في جلسه واحده، بس انا همنع عنك، مش هخلص له في جلسه واحده لمصلحتك، لان انا هعالجك وهتخلص في جلسه واحده، عشان برضو الناس اللي هي فاهمه انه انا لازم اخلص في جلسه واحده وهي حالته ما تسمحش ان انا اخلص في جلسه واحده، لا، حتى لو غصب عنه مش هخلصه في جلسه واحده لمصلحتك، لان انت هتتعالج هتتعالج، هتخرج هتخرج، عشان دي مهمه قوي. بس هتجيلي بعد 6 شهور بعد سنه انت وارم، انت اللي احنا عملناه باظ. طب ليه؟ عشان جلسه زياده؟ ما انا عندي الجهاز اهو وهخلصه لك، ويقول لي ما انت مخلص لقريبي في جلسه واحده وهو اللي قال لي ان خلصته في جلسه واحده. هو حالته كانت تسمح، لو انت حالتك لا، قلنا ان 95% من الحالات تسمح انها تخلص في جلسه واحده، بس لما نقول ان انت لازم تستنى عشان خاطري لازم تستنى طبعا، مش هرضيك، مش هنراضي المريض على حساب صحتك، على حساب ان انت سنه سنتين ترجع لي بمشكله ثانيه. احنا التارجت ان احنا نعمل حاجه ننساها خلاص بقيه حياتنا، مش هنقعد نعيد ونزيد في الشغل. دي حاجه. حاله زي دي اتعالجت في قد ايه؟ زي ما قلت لك حوالنا 3 جلسات تقريبا، في خلال اسبوع 10 ايام كنا مخلصينها. الحاله دي مشكلتها ايه؟ ان هي اهملت. حاله زي دي دي بقى ايه؟ دي خطة علاجية غلط من الأول خالص، خطة علاجية غلط وعدم تخصص. يعني إيه عدم تخصص؟ يعني أنا الدروس جاي لي الراجل ده نص بقه فاضي والنص التاني زي ما أنت شايفة كده عليه تركيبات معدن، تركيبات البورسلين. يعني ده كان أوريدي متعالج قبل كده؟ أه، ما هو دي تركيبات معدن مكسورة. حتى بص هتلاقي شكل المعدن في السنة اللي في النص بان، اتقشرت المعدن اللي تحتها بان. النص نص بقه التاني بقى فاضي، يعني ده نص التركيبات مكسرة والنص التاني فاضي. وقع. فاضي ليه؟ مش وقع، فاضي ليه؟ السنه تسوي شويه، السنه ايه، روح للدكتور، والدكتور مش عارف ان هي ممكن تتعالج او عدم تخصص، او عارف ان السنه دي مش ريستربل، هي متاكله خالص، يقول له اخلع 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 اخلع، فضله بقه. والنص الثاني اللي لحقوه عملوا عليه تركيبات، والتركيبات اصلا معدن، تركيبات من حاجه اسمها بورسلين فيوست ميتال، بي اف ام، او اللي بيسموها بورسلين. بورسلين دي مشكلتها ايه؟ تركيبات معدن، معدن حديد، بيطلوها من بره، بيغطوها من بره، بيدهنوها بالبلدي كده بطبقه بورسلين، فيسميها تركيبات بورسلين، لونها ابيض. زي ما انت شايفه لو قشرت البورسلين ده قشر، هيشوف المعدن من تحتيه، تشوف الحديد من تحتيه. انما السنين دي ما مش معدن. لا، صعوبه الحاله دي فين؟ فين؟ صعوبه الحاله دي في ان انت تحطي زرعات لاسنان مفقوده وتظبطي عليها تركيبات على اسنان، وفي الاخر العضه تبقى واحده. الشغل على زرعات غير الشغل على طب قولي انت عملت ايه في السنه اللي المعدن بان دي؟ فكينا التركيبات دي كلها، ما هي دي كلها تركيبه لازقه ببعضيها، اللي هي الفك اللي فوق ده، الجزء اللي موجود كام سنه دي، كان تحتهم سنان ولا كان تحتها فيها اسنان؟ تحتها فيها اسنان، الاسنان دي لحقناها الحمد لله. خلاص الجنب التاني ده كله فاضي، الجنب اللي هو شمال العيان او اللي هو يمين ده كله فاضي، فعملنا فيه زراعه. زراعه دي اللي هو زي المسمار القلاوز ده؟ بس خلاص ما بقاش مسمار قلوز، دي مش بنخوف. انا بشوف في المنظر في التليفون انت بتوريهولي بتقعدوا تدخلوا حاجه زي المسمار، هو شكله عامل كده بس هو مش امال هو ايه؟ بيخوف الناس. قول لي طيب، الدنيا اسهل من كده بكتير. الزراعه هو ان انا بجيب، هو شكله شبه المسمار. أيوة فعلا. بس الغرزه دي بتتحط، كان زمان جراحه وبنعمل وفتح جراحي وبنخش نحط وندرن. امال ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي بقى خلاص سيلف تابنج، انا بخش اربطها، بتخش جوه العظم ممكن بدريل واحد او اثنين، وبعد كده بخش احط الزرعه نفسها. ما هي دي بتوجع
خالص، دي بحقنه بحشو البنج بتاع الحشو في 10 دقايق خلاص. كان زمان لما كانت اسمها جراحه ما تورمش بعد ما تدخل جواها، مستحيل. ليه مستحيل؟ مستحيل ولا لازم تورم شويه؟ لا طبعا مش لازم خالص. اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بنعملها من غير ما نفتح اصلا جراحه. يعني الاول نفتح حته مشرط عشان نحط الزرعه ندرل في العظم، او نفتح العظم ونحط فيه. دلوقتي انا ممكن اخش ثرو اللثه نفسها وهي مقفوله كده، اخش في 10 دقايق احط الزرعه خلاص وتقوم تروح، تروح مشوارك. لو وراك شغل روح ياكل وتاكل، ايه المشكله؟ هقول لك يعني عايزه بقى اقصى حاجه ممكن استيعاب للقصه دي، اقصى حاجه ممكن اعملها لك ايه بعد الزراعه؟ الوظ جوه سلستي وما تورمش وما توجعنيش. طب بص عشان ما نبقاش برضو بنافور، عارفه اقصى حاجه ممكن اقولها لك ايه بعد الزراعه؟ ايه؟ ما تاكليش النهارده حاجات سخنه. النهارده ما فيش اكل وشرب حاجات سخنه. مكان وضع الزرعه بس عشان ما الحساسيه يعني، بس عشان مكان ما تبقيش حاجه سخنه عشان ما يحصلش على كل حاجه. انما ياكل عادي اي كل اي حاجه، بس الاكل يبقى مش سخن قوي، الاكل يبقى دافي. بس ما تاكليش حاجه سخنه قوي او ما تشربيش حاجه سخنه قوي يوميها. تاني يوم اعمل اللي انت عايزاه، اشربي ساعه زي ما انت عايزه عادي. كلي ايس كريم، كلي اشربي اشربي بيبسي، اشربي ايس كريم، اشربي اللي انت عايزاه. بس ما تاكليش حاجه سخنه قوي او شاي سخن قوي او نسكافيه سخن قوي. لا بس دي اقصى حاجه بقى بنقولها دلوقتي في الزراعه. بس لو عندك مشوار انزل خلصه 10 دقايق وانزل روح مشوارك، انزل روح شغلك، اعمل اللي انت عايزه. البق ما يبقاش وارم ولا كده، البق ما يبقاش وارم ولا كده. لا ما يبقاش وارم ولا كده ولا اي حاجه. وده احنا كمان كنا الاول بنستنى عشان نحط التركيبات، دلوقتي بنقدر نحط التركيبات في يوم الزراعه نفسه لو الحاله تسمع في برايمري ستابيليتي. الحاله دي فول ماوس ريهاب، ودي حاله على فكره بتيجي كتير جدا 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 جدا، وناس كتير قوي سنانها بتجيلي عامله كده. بس بتجيلي عامله كده ده فعلا يعني دي حاله مشهوره قوي، ان انا فول ماوس ريهاب، ان انا اعاده تاهيل فك كامل، اعاده تاهيل اسنان كامله. الحاله دي مش ريتريتمنت، دي مش علاج، هي جايه كده اهمال، مشاكل في اللثه، مشاكل في العصب، وجع طبعا. اسنان بتتكسر بتتهري، يعني الاسنان خلاص التسوس كل الاسنان، الاسنان بتتقشر. بتقول لي انا ممكن لو كانت حاجه اسناني بتتقشر يعني ده وصف العيانه نفسه. فدي لما توصل للشكل ده هي كانتش مصدقه، هي كانتش عارفه ان انا ممكن ارجع اضحك تاني. طب انا ممكن هي الشفه حتى شكلها اتغير خالص. الشفه شكلها اتغير، الاسنان شكلها اتغير، بقت عارفه تضحك، بقى في ثقه في النفس، بقى في مفيش وجع، بقت كل حاجه شكلها حلو، الفريم نفسه البرواز ده كله حتى على بعضه فوق لون ولسه تحت لون تاني خالص، كله تعالج. ما هو ده هنا بقى كانت ملتهبه، اعاده التاهيل لازم تبقى ملتهبه. انت متخيله لسه تسوسات وعصب ودعامات يعني وانس حطيت عليها اسنان تانية اللثه تبطل التهاب؟ لا طبعا بعالج اللثه الاول، ما هنا بقى بتعالجها الاول. يعني اعاده تاهيل يعني انت عندك مثلا شايفه السنه اللي في السنتين اللي ونص، هي دي نفس السنه اللي على يمينها، اللي على يمينها اللي هي مكسوره خالص دي، اللي هي جدر خلاص. الجدر خلاص ده ايه؟ هنا بنصور اشعه، بلاقي ان انا ممكن احافظ على السنه، يعني السنه دي ما اتخلعتش. السنه دي عملنا حاجه اسمها كراون لينسنج، ان انا ظبطت اللثه اللي هي اللي فيها اوفر جروس او اللثه الملتهبه دي. برست حته من السنه، لقيت في الاشعه ان انا عندي 2 مللي سلام منها اللي هو بنسميه فرل، وحطيت دعامه فايبر مش معدن، اللي كنا اتكلمنا عن مشاكل الدعامات المعدن، ونخش نحفر في الاسنان ونعمل حط دعامه فايبر، وبرجع ابني السن من الاول واغطيها بكراون. والاسنان الثانيه دي هنا قعدت تاهيل بقى، ان انت كذا تخصص، يعني واحده زي دي ما اشتغلهاش انا بس، ما اشتغلهاش دكتور واحد بس، دي لازم مثلا 4-5 تخصصات بيشتغلوا لها. حد يعمل لها تركيبات، وحد بيعمل لها لثه، وحد بيعمل لها زراعه، وحد بيعمل لها وحد بيعمل لها تخصصات. الحاله اللي فاتت اللي هو الراجل اللي كان جايب نص فك ونص فك ده، قلنا مشكلته ايه؟ عدم تخصص، عدم تخصص. يعني انا جالي انا عيادتي يلا نشتغل، تعال اخلع لك واحط لك زرعه واعمل لك تركيبات معدن. طب انت مين فيهم؟ يعني انت دكتور زراعه ولا انت دكتور تركيبات ولا انت دكتور عصب ولا انت دكتور بتخلع؟ ما هو ده دكتور وده تخصص وده تخصص وده تخصص وده تخصص، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هنا التخصص. لكن واحده زي دي لما تجيلي من الاول، ده في تيم كامل بيشتغل، في مايسترو وفي حد بيتحكم وفي تريتمنت بلان، هو عارف السيكونس بتاعها، وانت عارف ايه قبل ايه وايه اللي يخش قبل ايه. دي شطاره الدكتور اللي بيكشف، ان انا عارف التخصص اللي هيخش. شفتي انت سالتيني ايه؟ بعد ما التركيبات اللثه هتقيل؟ لا. او بعد ما التركيبات اللثه هتلتئم؟ لا. هنعالج اللثه وبعدين نعمل التركيبات. هنعالج اللثه بالليزر ونعمل حشو العصب، ما هو دي اشتغل لها حشو عصب، بعدين دكتور تركيبات ودكتور اللثه ودكتور الحشوات، حاجات كتير قوي اشتغلت لها. هنا اعاده التاهيل، اعاده التاهيل بشكل مظبوط بتخصص مظبوط. دي اول مظبوط. مره اشوفها الصوره دي، الحاله دي الحاله دي بقى ايه؟ الحاله دي صدفه. ايه بقى الصدفه؟ والحاله دي بقى بتحصل برضو كتير، وانا بجيب لك الحالات الكومن اللي الناس بتسالني عليها كتير، فانا قصدت ان انا اجيب حاله من كل حاجه الناس بتسالني عليها كتير او بشوفها كتير عندي في العياده. حاله زي دي جايه لي عايزه اجمل اسناني، شكل ضحكتي مش عجباني، يا بنت بنوته
في ال 30 سنه تقريبا او حاجه 20 سنه، وشكل ضحكتها مضايقها ولون اسناني والاعوجاج اللي في الاسناني ده ومش مبسوطه، عايزه ابتسم بشكل حلو. هنا بقى اللي جت قالت لي نفس الكلمه، انا عايز زي الصوره دي، انا عايز ابقى حلوه زي الصوره دي. ماشي تعالي اوريكي وصلناها لايه. الحاله دي بعد ما كشفت عليها شكيت في حاجه، شكيت في ايه؟ الحاله دي عندها اعوجاج قوي في الاسنان. لما يبقى عندك اعوجاج قوي في الاسنان عضتك ما بتبقاش مظبوطه. لما عضتك ما تبقاش مظبوطه لازم توزيع الاحمال بتاع الفك مش هيبقى مظبوط. النقطه دي مهمه، هي معقده شويه وطبيه شويه بس دي مهمه قوي الناس تبقى فاهماها. ان انا لما بضحك او اعض على اسناني وانا اسناني مش مرصوصه الرصه اللي ربنا مفروض طبيعيه ماشي، اللي هي تستحمل عضلات الفك، عضلات الفك دي بتطلع قوه. ماشي القوه دي بتتقاس اصلا برقم، المفروض بنبقى عارفين قوه البني ادم ده عضته قد ايه، وبناء عليه بنختار له نوع التركيبات اللي هتتعمل له لان هي تستحمل قوه عضته او قوه اللي بتطلع من فكه. لان انا عضلات فكي بتطلع قوه وانا بقفل غير اللي انت بتطلعيها، غير اللي غيرنا بيطلعها. فسالتها كم سؤال وانا بكشف كده، هو انت بتتوجعي مثلا؟ بتصحي من النوم مصدعه؟ ساعات بتحسي بوجع ورا ودانك؟ ساعات دي بقى جايه تتعالج صدفه، دي مش عايزه تعمل تجميل، دي عايزه تتعالج. يعني دي اصلا دي عايزه تتعالج، انت اصلا العض عندك غلط. العض عندها طب ودي غلط. عالجتها ازاي بقى؟ هنا عالجتها ازاي؟ هنا هي عايزه تعمل تجميل، عايزه تشكل اسنانها ونظبط اللون ونظبط الرصه والكلام ده كله، وانا من جوايا انا عايز اعالجك، انا عايز عضتك تتظبط. هي مش شاغلها موضوع هي مش شاغلها، ده صدفه. قلت لها انت كويس ان انت جيت، يعني دي حظها ان هي جايه تعدل اسنانها. لو هي حد ومش فارق معاها شكل اسنانه كان عدل لها وخلاص وروحت. لا لو ما كانتش راحت اصلا للدكتور، دي جايه لغرض تجميلي. وهي اصلا المفروض تيجي لغرض عليك. قلت لها انت لازم تتعالجي، يعني انت حظك ان انت علاجك في تجميلك. او هنعمل العلاج، العلاج ده هيديكي شكل حلو اللي انت عايزاه. فهنا عرفت اوصلها من الشكل ده للشكل ده، وانا بظبط لها الوظيفه بتاعت اسنانها. يعني انا بعمل لها تركيبات، هنا التركيبات لغرض علاجي مش علاجي تجميلي وليس تجميلي. بس هنا ما دام هعمل على الاسنان اللي قدام وهنظبط الاطوال وهنظبط العرض وهنظبط الكلام ده كله، فهنا جه الغرض التجميلي. يعني هنا جه التجميل جه في الرجلين. ما دام هنعمل، طب ما نعمل شكل حلو قوي، ونعمل الشفافيه، ونعمل الستكستشر، ونعمل الترانسلوسنس في الاسنان او الشفافيه اللي في الاسنان، ونعمل الرصه الحلوه، ونعمل اللون اللي انت عايزاه. لكن الـ 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 الوظيفه على نفس الاهميه، فهي دي اصلا جايه لغرض تجميلي واحنا عالجناها. فهنا بقى اللي بنقوله الراجل اللي تشيك اب، انك بتبص على اسنانك، انك بتبص على وظيفتها، ان انت لما تحس باي الم بسيط ما تستطرش روح بص. دي بقى سيده يعني ما عندهاش سنان خالص، واضح كده دي سيده مسنه. ماشي بس هي مش مسنه، الست دي اواخر الاربعينات. نعم والله لما تشوفيها باسنانها هتعرف ان هي اواخر الاربعينات. الست دي جايه مثلا شكلها كده 80 سنه، كومبليت ايدنشلس، مفيش اسنان خالص، مفيش اسنان خالص، انا مش هعرف اضحك تاني. الست دي وهي بتتكلم واخد الاربعينات، تحس ان هي ست مسنه لما تضحك. ايه ده؟ ست عندها 40 سنه عادي خالص، حاجه و40 سنه. فقدت اسنانها كلها. فقدتها ازاي دي؟ فقدتها اهمال رهيب، ونفس الكلام عدم تخصص زي اول حاله عرضناها. ودي حاله دي بقى بص هنا كانها ست عجوزه فعلا، خالص نفس الست. مره واحده بتضحك بقى شكلها عامل كده. ثقتك في نفسك، بقت تضحك، بقت تخرج، بقت تشتغل، بقت تعمل حاجات كتير قوي بضحكتها، بقت ثقتها في نفسها بس دي كفايه، نفسيتها بقت تعرف تاكل. لا ابسط حاجه، فعلا عندكم حق تصوروا فيديو عشان الفرق. الحاله دي انا اصريت ان انا اصورها فيديو. الحاله دي انا اصريت ان انا اصورها فيديو الفرق مبهر ضحكتها، لان انا فعلا من الحالات اللي عجب، يعني انا انبسطت اللي هو الحمد لله ان احنا ضحكنا ست. ولو شفتيها وهي بتبص في المرايه على اسنانها، ولو شفتيها انا عايز اقول لك، والتصوير ده مش نفس يوم ما سلمناها، بعديها بكام، بعديها بست شهور وهي جايه مبسوطه ان هي بس شكرا ان انتوا خليتوني اعرف اكل. يا عيني اكل، يعني مش هقول لك بقى دي اكيد بقى كانت بتهري الاكل مثلا، ما تعرفش تاكل فراخ لحمه. انا بتهري الاكل لما عندك اسنان واسنان ثابته. يعني دي اتعملت ايه؟ دي اتحط لها برده، الناس ما بتبقاش فاهمه ان دي عمليه، دي اسنان ثابته، ده مش طقم، يعني مش طقم متحرك بيتشال حد، دي اسنانها الثابته، دي زرعات. يعني حطينا ست زرعات واربع زرعات تحت الفك تحت، قدرنا نعمل في الماوس ريهاب، قدرنا نظبط لها العضه، قدرنا نرجعها للضحكه الطبيعيه، قدرنا نرجعها للوظيفه الطبيعيه. فحتى لو هي مش فارق معاها الشكل الحلو، فهي رجعت للحياه، رجعت تاكل، اللي هي ابسط وظيفه وابسط مطالبها ان هي ترجع تاكل. بس عشان كده بيسموكوا صانعي الابتسامه وصانعي السعاده. انا بشكر حضرتك دكتور محمود حشمت، الحاصل على زماله تجميل اسنان جامعه مانشستر وعضو الاكاديميه الالمانيه لزراعه الاسنان. شكرا جزيلا، شكرا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير بكره باذن الله.